كرة بترسل على طول، محاولة، فرصة، رابع، الرائع باولو فيكتور أنقذ الموقف، لكن الكرة أوبا أوبا أوبا، وهذا لا يصدق. الله، الأعجوبة ميشيل، يا له باللاعب، لاعب يبهر الجميع. هذا اللاعب كان له فضل في الدوري الإعجازي، والآن يسجل هدف إعجازي. شوف الكرة الأولى اللي نجح باصطيادها باولو، لكن بعد ذلك شوف، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، يا سلام، اسمعوا الصوت، الجميع يردد باسم ميشيل. ميشيل ماشي يا سيدي، ماشي وماشي وماشي. هذا الأول، فين الثاني والثالث والرابع والحارس؟ هدف، هدف رائع، هدف مارادوني لهذا البرازيلي، إنه ميشيل، هدف في مسافة بسيطة.